رجل دعته امرأة ذات منصب وجماز. شوف العفة هذه، العفة هذه أمرها عزيز، ما قال امرأة ذات منصب وقبيحة، لا. فما هو الجمال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمعت له بين شهوة نفسه وشهوة الدنيا. وضحت هالأمور؟ ممكن إنسان يكون امرأة ذات جمال هو معاها، لكن مو عشان لكن ما عندهاش من الدنيا. وضحت الآن؟ وممكن تكون امرأة ذات منصب لكن ليست ذات إيش؟ جمال. فهو طمعان فين؟ داخل على طمع، طمعان في الفين؟ في الفلوس. لكن هذه جمعت له بين حظين، بين حظ نظر نفسه وحظ نظر دنياه، فاكتملت له هنا الرغبة فين؟ اكتملت له الرغبة، الرغبة فيها. نعم. فقال إني أخاف الله. يا سلام. رجل تصدق بصدقة. شوف الآن ليه؟ لأن الله أعظم جاها تبارك وتعالى، وأعظم مكانة عز وجل. والله فإذا هي أراد المنصب مع المنصب، والجاه الله أعظم وله المثل الأعلى تبارك وتعالى. وإن أراد الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، رواه الطبراني وغيره. ولذلك نظر من الله عز إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فلما هنا سبحان الله قال إني أخاف الله ليجمع بين جمال وجمال، وبين سلطان وسلطان، فيؤثر ما هو باق على ما هو فان. نعم.